مبروك يا ابو ظاري، الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. والله وين شلون الشباب صراحه، ويعني صار لي يومين ثلاثه بفرح، وانا للعلم يعني حاليا موجود عند الاخوان عيال الرضوان، الاخ عبد اللطيف الرضوان واخوانه. لعب لعب ابو ظاري، ومسوين عشاء علشان المنتخب على حساب اليوم. ما في لعب اليوم ابو ظاري؟ لا 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 اليوم، لا لا اكيد اليوم موجودين. بلا عندنا لعب الحين والعشاء الليله على حسابي مناسبه فوز المنتخب. كفو يا ابو ظاري، كفو، ما هي غريبه عليك الامارات. السلام عليكم. تسلم دكتور، مشكور. حياكم الله. هلا انا بتكلم بس على ابو ظاري. ابو ظاري طبعا لاعب المنتخب ولاعب دورات الخليج، ومن اللاعبين اللي طلعتهم يعني دورات الخليج، برز بدورات الخليج. لا فضل دورات الخليج. اي اكيد. طيب فشوف لما يتصل ويدري شنو فرحته لما ياخذ كاس الخليج ايام العصر الذهبي والحين والعاشره، فاعتقد ان كل الشكر له انه خلص، او مثل ما اقول سهل اجراءات غوران قبل لا ياخذون الدول الثانيه. وصح كلام الناس ما قال، قال ان فتره كاس اسيا يبي لها فتره اعداد جديده، وفتره كل مباراه لها فتره. صح يا ابو ظاري كلمتك صح. وقعدنا احنا مع عبد العزيز حماده وانس يمكن ملعب الوطن اسالوه على الاستعدادات، فقال في كل مباراه لها استعداد نفس ما قال. فهذا رجل رياضي فاهم، يعرف شنو يتكلم ويعرف شنو اهميه كاس الخليج بالنسبه لاهل الخليج يعني. فانا اقول له مشكور يا ابو ظاري على ان انت ساهمت في حل مشكله غوران، ولما كنت انت في الهيئه العامه ولا زلت، ونتمنى من اللي نفسك الرياضيين انهم يبادرون نفس ما بادرت انت. والعشاء من رضان اذا ورا العشاء في لعب انا دق علي انا يمديني. معنا اتصال من اخونا سعد بخيت. الو الو. هلا اخوي سعد، نقول لك الف مبروك. الله يبارك فيكم وطال عمرك، ونهني سيدي حفظ صاحب سمو ولي العهد والحكومة، وعلى رأس الشيخ طلال، على رأس الاتحاد. بس يا ليت أخوي سعد ما عليك كم مرة تقصع على صوت التلفزيون، قاعد يعمل صدى عندنا. ما عندي تلفزيون طال عمرك، ما قاعد أسمع صدى عندي، ما أدري. والشغلة الثانية طال عمرك في شغلة واحدة، إحنا نبي الرياضة. أول شيء أمسي على أخواني عشان الله سلام البيضان والكابتن ثامر، الكابتن ثامر عشان لا ننساهم. الله يسلمك. طال عمرك بالنسبة حق الرياضة، احنا لو ننبذ بس الخلافات اللي عندنا نقدر نوصل بالرياضة. يعني الحين بداية الشيخ طلال بداية حلوة، وصل هالفريق وما زال متابعه وقاعد يدعم كل الرياضة. هذه شغلة يعني احنا كشباب كويتي ودنا ان هالرياضة هذه تزخر يعني بهالرجال اللي يخلصون. بس عندنا احنا مشكلتنا احنا بالديرة صارت الخلافات الموجودة الحين، مثل استاذ جابر الكل قاعد يتكلم عنه. ليش الخلافات الموجودة احنا مو مخلي استاذ جابر يتحرك خطوة للأمام؟ لو ننبذ هالخلافات ونشتغل بإخلاص عشان الديرة، ننسى الخلافات، ننسى الأشياء الشخصية اللي ما بين بعض، لكن نحط الكويت قدام عنا، صدقني راح نوصل حق اشياء بالرياضه ما وصل لها الغير. بإذن يعني كان احنا الدول المجاوره لنا كانت بعدنا، صارت الحين قبل ما السبه ليش تكاتفوا عشان اسم الديره؟ ما عندهم حسد يا سعيد، ما عندهم حسد هناك. مو احنا المشكله الحسد هذا اللي صاير عندنا يا اخوك. صحيح. احنا بس لو انت كاتف ثق بالله احنا مو نوصل كاس العالم كل سنه. الا اي بطوله نقدر ناخذها بس لو انت كاتف باذن الله. والمهم الحين رد مبارك لكم وعساكم على القوة. مشكور يا سعد، وإن شاء الله لي قدام أخوك. يعطيك العافية، تسلم، مشكور. الله يعافيك، طول عمرك. معنا اتصال من أخونا عبد العزيز حمود. ألو. ألو، مساء الخير أخوي ناصر. هلا أخوي عبد العزيز، يا مرحبا، نقول لك ألف مبروك. وياك. يا مرحبا. أبو عبد الله وأبو عذبي. الله يسلمك. حياك الله، هلا فيك. الله يطول عمرك. شوف أخوي ناصر، أنا الأمانة أنت ويوكم ما شاء الله سمحة. حبيب ما عليك زاد. اي أيوة والله، وان شاء الله دائما سمحه بالفوز ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله يا رب. الموضوع كله طال عمرك الشيخ طلال طبعا امانه حاول انه يصيد عقليات الناس. يعرف ان هذول الناس يبي لهم واحد يزرع فيهم الثقه للامانه. يعني عندنا لاعبين، عندنا امكانيات، عندنا فضل من الله كل شيء. ليش هالناس قاعد تحارب على غير معنى؟ ماني عارف امانه، ماني عارف. يعني الريال وصل مرحله امانه بظرف شهرين بنجازين امانه، ايش يبون بعد؟ ما ادري شنو يبون الناس. طبعا انا اعقب على كلام ابو عدبي، كم ساعه قال كلام طيب، يقول ان لاعبيننا امانه
قاعد يعطون، لكن يبي اللي يزرع فيهم اللي هو انك لا تخاف من الفريق اللي قدامك. بالنسبه لاسترالي يلعب الخط الثالث مع الخط الثالث والخط الاول، الاتبارتغ الاول والثالث. طبعا احنا فريقنا امانه قاعد يعطي اللي عنده، الامكانيات اللي عنده، لانه هاوي مو محترف يا جماعه، يعني هذه شغله بديهيه. يعني جزاهم الله خير، بيض الله وجههم، انه قاعد يعطونا هالانجازات ومشكورين ومبروكين وعساكم على القوه. مشكور اخوي عبد العزيز، يعطيك العافيه. اخونا سعد طالب، يعني الكل طالب نبذ الخلافات، الخلافات ما زالت موجوده ابو عبد الله؟ لا، بعد يعني هالانجاز والفرحه الخلافات موجوده؟ يعني شوف، يعني احنا ما نتكلم عن خلاف، نتكلم عن اختلاف بالراي، لكن في 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 عصر هو الانتصار، اختلاف الراي ولا خلاف شخصي اللي موجود صراحه؟ لا احنا ما نبي نقول، يعني هو في خلاف شخصي، ما في نقاش. يعني خلينا نتكلم اكثر. تم تسييس الرياضه، هذا ما في نقاش. بسبب مشاكلنا، لو تلاحظون انه قبل اقرار هذا القانون، قانون 5/2007، ما كانت عندنا هذه المشاكل كلها. ما كان عندنا توقيف لا اتحاد دولي ولا لجنه اولمبيه دوليه، لكن بدا الخلاف هناك. لان انا اعتقد ان الصوره وضحت اليوم للشارع الرياضي، وضحت حتى لاعضاء مجلس الامه، وضحت حتى للحكومه الكويتيه، لان الحكومه الكويتيه 4 مرات حاول تعدل هذا القانون، لان ترسخت عندها قناعه ان هذا القانون يتعارض مع التنظيمات الدوليه. انا اقول حق الاخوان اللي يتصلون واللي يحاتي مثل هذا الموضوع، اليوم عندنا انتصارات، علشان نحافظ على هذا الفريق ونحافظ على الانتصارات نحتاج استقرار. صح. والاستقرار يحتاج تعديل هذا القانون الموجود عندنا بما يتوافق مع التنظيمات الدولية، وهذا أمر سهل جدا، ونتوقع إن شاء الله، وقرينا يمكن بالصحف أن هناك نية في 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 الاستعجال في تعديل هذا القانون عن طريق القنوات الدستورية داخل مجلس الأمة. رئيس اللجنة الصحية صالح عاشور مجتهد في هذا الأمر، وإن شاء الله وعدنا خير حتى في كاس الخليج، وعد خير يعني الحمد لله. طالما ان النيه موجوده وخلاص، ومثل ما قلت لك الناس وصلوا للقناعه ان هذا القانون يتعارض، وبالتالي يؤدي لايقافات على الرياضه الكويتيه بشكل عام، ما هي كره قدم. صح. لكن ان شاء الله من يتم تعديل هذا القانون، انا اعتقد ان امورنا واستقرار رياضي كله ان شاء الله راح يرد مثل ما كان وافضل ان شاء الله. بعد بي اخونا عبد العزيز قال المنتخب كان بحاجه لزرع الثقه، الثقة موجودة الحين في نفوس اللاعبين. صح كلام اخوي عبد العزيز ابو سعيد، صح كلامه. يعني ان احنا ليش قلنا احنا راح ندش كاس اسيا، في لاعبين خذوا بطولتين، يعني اغلب او 26 لاعب خذوا بطولتين، هذه بالنسبه ثقه وزرع ثقه داخلهم. صح كلامك، اني انا العب مع اليابان، العب مع كوريا، لازم ازرع، بس وين الاداري اللي يزرع؟ وين المدرب اللي يعطي جراه حق اللاعبين انه لا تخاف، 11 ب 11 11 رجل ب 11 رجل، احنا وجدنا علتنا كلها او حطينا ايدنا على الجرح، ان جوران وعبد العزيز، لما ننسى دور عبد العزيز حماده بهالموضوع، ان مدربين قدروا بتوليفه بزرع الثقه انه يعني يجيبون لنا بطولتين بشهر، مع طبعا بقياده الشيخ طلال فهد كاداريا. وطبعا الشيخ طلال فهد مو انا ولا اي واحد يدري او يقدر يقول شنو ثقته بنفسه، يعني رجل قال انا الثاني ما اعتبره مركز، انا احب الاول، هذه ثقه كبيره بنفسه، فيزرعها بلاعبينه وانتج عليه بطولتين بشهر. وهذا شيء طيب صراحه. اكيد طيب شاء. اكيد يعني زين. انت عندك قائد كذي او رئيس اتحاد كذي، صراحه الكل يعني انا واحد من الناس اتشرف اني اشتغل تحته او اتشرف اني اتكلم عنه. يعني ايش رايك نريح باغنيه؟ ريح، خلنا ناكل بعد. نطلع وياكم اعزائي المشاهدين مع اغنيه للمنتخب ولقاءات مع المسؤولين في مطار الكويت، ونرجع نكمل حوارنا. هذا البطل ما في منا اثنين، تسأل منه غيره منه وأحلى من الحلوين. نحن نصور هذا البطل ما في منا اثنين، تسأل منه غيره منه وأحلى من الحلوين. الأزرق الغالي الكويتي العالي، الأزرق الغالي الكويتي العالي، أغلى من الغالي. Go!
ناصر بلادي غاية ويا حاملين الراية ناصر بلادي غاية. أقول حق كل الوفد وفد الخليج الكويتي مشكورين وقصرتوا كثر خيركم عدتوا البسمة لأهل الكويت وخليت الناس تفرح وقدمتوا عرض مشرف يشرف الكرة الكويتية وعيد البسمة للجماهير الكويتية وأنا واثق بكل ثقة أن هذا الفريق إن شاء الله بداية أهلنا إنجازات وانتصارات وراح نشوف منه إنجازات كثيرة إن شاء الله منه كبير فيهم مثل ما إحنا شفنا الناس كلها نزلت الشوارع وهذه فرحة إن شاء الله الله يتمم علينا وما أقدر يعني شيء ما ينوصف ومشكورين وما قصرتوا طبعا في هذه اللحظة التاريخية اللحظة الكويتية الغالية علينا كلنا نستقبل اليوم عيالنا وإخواننا لاعبين منتخب الأزرق المنتخب الكويتي بعد ما شرفونا ورفعوا رؤوسنا ورؤوس رأس الكويت كلها في حصولهم على هذه الدورة الخليجية الغالية طبعا ردت أمجاد المنتخب الكويتي ردت أمجاد الأزرق ردوا فينا الروح روح الفرح وروح الوناسة وهذه الروح الوطنية اللي كنا محتاجينها من فترة. نبارك لرئيس وأعضاء اتحاد الكويتي لكرة القدم على رأسهم الشيخ طلال هؤلاء الأبطال اللي حققوا خلال شهرين بطولتين هي كأس غرب آسيا وكأس الخليج ونتمنى إن شاء الله أنها تكون هذه بداية لعودة انتصارات إن شاء الله للكرة الكويتية وبالنهاية يعني احنا فرحانين والحمد لله رب العالمين شفتوا فرحة أهل الكويت أمس واليوم ودوم إن شاء الله بإذن الله حقيقة إذا كانت هناك كلمة فهي كلمة تقدير وثناء لهؤلاء الشباب الذين أفرحوا أهل الكويت شيبانا وشبابا وأطفالا بمناسبة غالية علينا جدا واللي هي فوزهم بكأس الخليج 20 هن الشباب الكويتي والممثلين بالمنتخب الكويتي كرة القدم على هذا مو الإنجاز نقول على هذا الفرحة اللي فرحها الكويت وفوزهم في خليج 20 بعد ما انقطعنا عن 12 سنة وطبعا هذا الإنجاز هي بتكاتف طبعا جهاز إداري وفني ولاعبين وإن شاء الله تعم الفرحة أهل الكويت أشكر كل من ساهم في نجاح وحصولنا على خليجي 20 وأشكر الشباب اللي ما قصروا فرساننا فرسان المنتخب على حصولهم على الكاس اللي فرحونا صراحة وهني أهل الكويت جميعا على بهذه المناسبة يا حاملين الراية نصر بلادي غاية ويا حاملين الراية نصر بلادي غاية هيدو يا اسم الكتاب وحروف الذهب العب العب يلا عدل عدل يا سلام العب 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 ايه ازرق ايه يا الازرق ايه الله الله فرحهم شيء يعطيهم ألف ألف عافية الجمهور فرحناهم بالبطولة الحمد لله اليوم مثل ما تشايف فرحونا بحضورهم الجماهيري وبالحفل الطيب هذا وهذا قليل بحقهم صراحة و12 سنة واخذين كأس خليج الحمد لله الحمد لله ردت الكرة سول الكأس كان يتغلى علينا شوي بس الحمد لله ردينا الكويت راح يتم هني ووعدهم إن شاء الله بكأس آسيا وكأس وتصفيات كأس العالم وقدم مستويات أفضل للأزرق تعود الكرة الكويتية سول لعبة غير وحبة غير هذا الأزرق هذا فن وذوق عالي فوق فن وذوق وعالي فوق أول شيء طبعا أحب أبارك طبعا سمو الأمير ولي عهده والحكومة والشعب الكويتي والشارع الرياضي اللي عطشان من 12 سنة وأحب أشكر طبعا الجهاز الإداري الجهاز الفني وبالأخص لاعبين اللي بالمدرج قبل الاحتياط والاحتياط قبل 11 لاعب أساسي هم اللي خلونا التوليفة هذه إن نكمل البطولة صراحة والشغلة الثانية ان المجموعة هذه صراحة يعني متوسط الأعمار 22 21 سنة كلهم صغار ان شاء الله يعطون مع السنوات الجاية ان شاء الله وهذا اول غيث حق الانجازات الجاية ان شاء الله وان شاء الله شعب الكويت بعد ما راح يشوفون
فتره الكره كانت انقطعت من المدافع اليمين